الرئيس السيسي يؤكد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. الرئيس السيسي يوجه باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد. ورئيس مجلس النواب يؤكد حرص مصر على دعم واستقرار ووحدة ليبيا، وعقيل صالح يشيد بدعم مصر للمؤسسات الليبية. منتصف ليل القاهرة التاسعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميلة هاجر سليمان. إليك هاجر. شكرا كريم، ومشاهدينا طابت أوقاتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد الرئيس السيسي أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري. كما استقبل الرئيس السيسي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. وأكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة. كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير بنك المعرفة المصري وتعزيز دوره المهم في إتاحة المعرفة العلمية لجميع المصريين، وكذا موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل إقليم بهدف تحقيق طفرة تنموية وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال. كما تم أيضا تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف المحافظات ومواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوى العالم، بالإضافة إلى عرض جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علميا وفقا للمعايير العالمية ذات الصلة. كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين من جميع الفئات والأعمار، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية. وقد أكد السيد الرئيس أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط. من جانبه أشاد السيد بوريل بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا، ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب، مما يجعل مصر شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. وقد تناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، خاصة تطورات الأزمة في السودان، حيث أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار. وتناول اللقاء كذلك مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة. كما تمت كذلك مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصا، في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي. استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي وسبل تعزيز العلاقات في مجال الأمن والدفاع. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي في الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وكذا سبل تعزيز العلاقات في مجالات الأمن والدفاع. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع، مشيدا بما تبذله مصر من جهود للمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بدأ
بدأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مع وفد برلماني زيارة هي الأولى له إلى ليبيا، واستقبل المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي المستشار الدكتور حنفي جبالي بمطار بنينة الدولي، حيث تأتي هذه الزيارة في ظل توطيد العلاقات المصرية الليبية بين البلدين. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص مصر على دعم واستقرار ووحدة ليبيا، جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب الليبي. وجودنا اليوم وسط الأشقاء في ليبيا إنما يأتي في إطار تاريخ طويل ممتد وراسخ بين بلدينا الشقيقين، قائم على علاقات قوامها الأخوة الود والمحبة والاحترام المتبادل والتكاتف الوطني ووحدة المصير، وفي إطار حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم لكل ما من شأنه تحقيق استقرار ووحدة وسلامة ليبيا الشقيقة. الأخوات والإخوة، لقد دأبت مصر على التأكيد بالقول والعمل على حرصها على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، ولم تألو جهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، انطلاقا من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة، ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم بعيدا عن الأيديولوجية أو القبلية أو المناطقية التي تدفع إلى تقسيم الدولة الليبية. كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي جميع الأطراف لتغليب المصلحة الليبية للوصول إلى حل سلمي يفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي. قد أتينا إليكم اليوم للتعبير عن دعمنا الصادق لكم ولدوركم في قيادة الحوار الليبي باعتباركم السلطة المنتخبة من جانب الشعب الليبي، وندعوكم والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى ضرورة مواصلة دوركما في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما ندعو من خلال منبركم هذا جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقا للهدف المنشود، وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة ووضعها على مسار التنمية والبناء بما يحقق الرخاء للشعب الليبي الشقيق. هذا وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مطلب مصر الوحيد هو تحقيق ما يرغب به الشعب الليبي. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح، أشار رئيس مجلس النواب إلى توقيع اتفاقات تعزز التعاون بين مجلسي النواب بالبلدين. هذه كما قلت لسيادتك مسألة تخص دولة ليبيا وشعب ليبيا، ما ينتهي إليه الأمر ويتبلور في النهاية في صورة قوانين تصدرها السلطة التشريعية المختصة، نحن بجانبها وندعمها، نحن دائما وراء الشعب الليبي ودولة ليبيا وندعم ما ينتهون إليه في صورة تشريعية في من المؤسسة صاحبة السيادة وهي مجلس النواب الليبي. شكرا. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح أن التشاور مستمر مع مجلس الدولة، مشددا على العمل لإنجاح الانتخابات. لجنة 6+6 جهزت مشكورة، كما قلت لكم حوالي 90% من المقترح جيد ووصلنا إلى الانتخابات، نحن ما نتلقش تعليمات من حد. هذه اللجنة لجنة دعم للليبي وليس لجنة حكم تحكم على الليبي. المجلس النواب ومجلس الدولة تحمل مسؤولياته وشكل حكومة
ويصل إلى قانون يؤدي إلى الانتخابات. سيد باسيلي اللجنة مهمتها لجنة الدعم في ليبيا، لكن لم يكن حاكم لليبيا ليصدر تعليمات بتشكيل لجنة وتعيين من يحكم ليبيا. هذا قولا واحدا وصريحا عند الليبيين وعند مجلس الدولة وعند الجميع. وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن تقديره لدعم مصر للمؤسسات الليبية. فالحق منتصر مهما يتصل سلطان الباطل، وسرح الجور مندك مهما يشيد بأضخم الأحجار وأصلب الصخور. ستعود ليبيا آمنة موحدة مستقرة بعزيمة أهلها ودعم إخوتنا. شكرا لكم فخامة الرئيس تلبية الدعوة وعلى هذا الدعم الواضح والصريح من رئيس مصر وشعبها ومجلسها الموقر للشعب الليبي للشرية المنتخبة من ليبيا. تعيش ليبيا حرة ويحيى وهلها ويقطع الله دابر اللي بهدلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقع البرلمان المصري والليبي على بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتنسيق بين مجلسي النواب للبلدين. كما يهدف بروتوكول التعاون أيضا إلى توسيع مجالات التنسيق الثنائي في العمل البرلماني. علاقات ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا تجمع بين مصر وليبيا، ومع تعقد المشهد الليبي في السنوات الأخيرة بما يهدد كيان هذا البلد الشقيق، حرصت مصر على المشاركة وبقوة في تفاعلات هذا المشهد، حيث ارتكز الموقف المصري على عدة ثوابت، في مقدمتها احتفاظ الدولة الليبية بكيانها الموحد كدولة وطنية. المزيد في التقرير التالي. أبجديات السياسة الخارجية المصرية التي واجهها البلدان على مدار تاريخهما المشترك، كانت السنوات الماضية فارقة في تاريخ البلدين، لا سيما مع تعقد المشهد الليبي بشكل يهدد كيان هذا البلد الشقيق. هنا كانت القاهرة تسارع للعمل على الدفع بالوضع الداخلي الليبي نحو الهدوء والاستقرار، كانت حاضرة وبقوة في أي مساع لحل الأزمة. ارتكز الموقف المصري على عدة ثوابت، أولها وحدة الصف الليبي وتثبيت أركان الدولة، فضلاً عن الدعوة لإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية من خلال خروج المرتزقة والميليشيات المسلحة، هذا إلى جانب كف اليد الخارجية عن التدخل في الشأن الليبي. وفق هذه المرتكزات كان تحرك مصر تجاه حل الأزمة الليبية منذ عام 2014 من خلال المشاركة الفعالة في تجمع دول جوار ليبيا، وما تلا ذلك من احتضان عدة اجتماعات ضمت كافة الطيف السياسي الليبي وممثلين عن الأعيان والقبائل. تبلور موقف مصر في إبريل من عام 2019، حيث كانت المعارك العسكرية على أشدها على تخوم العاصمة الليبية، تطور استمر لنحو عام دفع القيادة السياسية إلى اتخاذ سلسلة من المواقف المفصلية الحاسمة فرضت في نهاية الأمر وقفاً دائماً لإطلاق النار. وفي الأثناء كانت مصر تعمل على صياغة آلية واضحة للحل خرجت إلى النور من خلال إعلان القاهرة الذي كان بمثابة خريطة طريق متكاملة للتسوية النهائية للأزمة الليبية. بالتوازي مع ذلك تعاظم اهتمام مصر بتحسين الواقع الاقتصادي الليبي، واتخذ هذا الاهتمام صوراً عدة، أبرزها انعقاد الجولة 11 للجنة العليا المشتركة بين البلدين للمرة الأولى منذ عام 2009، والتي كانت بمثابة تتويج للانفتاح الكبير في العلاقات بين البلدين. مصر إذن هي الرقم الأهم في معادلة حل الأزمة الليبية، الأمر الذي يفسر الحرص على دعوة مصر في أي محفل دولي يناقش هذا الملف، حيث طرح الرئيس السيسي رؤية واضحة لمستقبل هذا البلد الشقيق، ووجه الدعوة لأبناء ليبيا
إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات من أجل غد أفضل لهم ولوطنهم. أدانت مصر الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت مصر رفضها الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني. وأشارت مصر إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة. من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، محملة الحكومة الإسرائيلية تبعات وتدعيات هذا العدوان. وأكدت جامعة الدول العربية ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والانتقال بها إلى التطبيق الفعلي عبر ممارسة المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدا لاختصاصاته وتحمل مسؤولياته وإلزام السلطات الإسرائيلية بقراراته التي ينبغي إنفاذها على نحو عاجل. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين. وقالت الخارجية الفلسطينية إن ما يحدث هو تصعيد إسرائيلي خطير، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف حياة المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وشل حركتهم وقدرتهم على الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومراكزهم الصحية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين فضلا عن إصابة عشرات آخرين منهم حالات حرجة جراء اقتحام قوات الاحتلال جنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز. وأضافت أن جرافة عسكرية دمرت خط مياه في جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين. هذا واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة، موضحة أن المستوطنين نظموا جولات في باحات الأقصى طقوسا تلمودية استفزازية قرب أبوابه المختلفة. رحبت مصر بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر عن إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما. في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أشادت مصر بهذه الخطوة الإيجابية على مسار تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ وحدة الصف العربي، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية على مختلف المستويات وحماية مصالح الشعوب العربية الشقيقة. أدت الحكومة الكويتية اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بصفته نائبا للأمير ومفوضا من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وحث ولي العهد الكويتي أعضاء الحكومة على العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح، مطالبهم
بترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة البلاد في المقام الأول. صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين. السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا. أكد وزير الخارجية سامح شكري تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، وخلال كلمته في المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، شدد شكري على أن مصر لن تألو جهدا لمساعدة الشعب السوداني وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة. ستواصل مصر جهودها ومساعيها مع كافة الأطراف لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار، ونؤكد في هذا السياق على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحلة الأزمة وتوحيد الهدف وراء إنقاذ السودان وأبنائه من مغبة هذا الصراع وتغريب المصلحة العليا للسودان على أي مصالح ضيقة. وأكد وزير الخارجية أن مصر قدمت 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء نحو 10,000 أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، واستقبال ما يربو على 250,000 سوداني. حرصت مصر كدولة جوار مباشر للسودان منذ اللحظة الأولى للصراع على فتح أبوابها أمام الفارين من ولاته، ووفرت السلطات المصرية كافة الإمكانيات وبذلت جهودا مبنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية والنفسية، حيث استقبلت مصر ما يربو على 250,000 سوداني، أي ما يعادل 60% من إجمالي الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5,000,000 سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة وتوفر لهم معاملة كريمة على ضوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبي البلدين. وأشار شكري في كلمته أمام المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان إلى أن استمرار الصراع في السودان سوف يدفع المزيد إلى الفرار من العنف إلى دول الجوار. إن الصراع الدائر في السودان ينذر بحدوث كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني وشعوب دول الجوار. فاستمرار أعمال العنف لثلاثة أشهر ترتب عليها تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية، ودفع بأكثر من 1.5 مليون سوداني إلى النزوح داخليا، وفر 350,000 شخص إلى دول الجوار بحثا عن ملاذ آمن، مما مثل ضغطا إضافيا عليها يتجاوز قدرتها على التحمل والاستيعاب. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأوضاع في السودان تتفاقم بسرعة غير مسبوقة، وفي كلمته خلال مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات إلى السودان، قال غوتيريش إن حجم وسرعة غرق السودان في الدمار غير مسبوق، مشددا على أنه من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكانا لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة. تعهد المانحون الدوليون بتقديم ما يقرب من 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والمنطقة الأوسع، وذلك استجابة لدعوة من الأمم المتحدة لزيادة المساعدات
وسط صراع أكبر حوالي 1,200,000 شخص على ترك منازلهم. وقالت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار هذا العام للإغاثة الإنسانية داخل السودان وللاجئين الفارين من البلاد، ولم يتم تمويل سوى جزء بسيط منها. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، وشهد اللقاء مناقشة الوضع في السودان والأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بالإضافة لبحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية المحورية. كما أسفر اللقاء عن اتفاق حول دعم الجامعة العربية للسودان وحرصها على الحضور ضمن جميع المبادرات التي من شأنها حل الأزمة السودانية. من جانبه أكد مالك عقار أن ما يحدث في السودان ليس بمنأى عن ما يحدث في الوطن العربي، وخلال مؤتمر صحفي أشار إلى ضرورة أن يكون للجامعة العربية دور محوري إزاء إنهاء الأزمة السودانية. نحن سيدين كوفد من السودان قابلنا معالي الأمين العام وتناقشنا معه الوضع في الدولة السودانية، وأنه جامعة الدول العربية هي مؤسسة ضخمة وهي مؤسسة مناط بها السلام، والقضية السودانية ليس بمنع عن ما يحدث في العالم العربي، وجامعة الدول العربية ستكون لها دور في المساهمة في معالجة القضية السودانية. وكنت سعيد بأنه تم تنويره ونورته على الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية والمآسي الإنسانية التي نتجت نتيجة لهذا الحرب، فهو كان خير مستمع لخير متحدث، وخرجنا بأنه الدولة جامعة الدول العربية هتكون present حضور في كل المساهمة في كل المبادرات التي من شأنها معالجة القضية السودانية. أعرب وزير التربية والتعليم السوداني عن الشكر والعرفان لكل الدول الشقيقة التي استقبلت الفارين من السودان، وخاصة جمهورية مصر العربية التي استقبلت عددا كبيرا من السودانيين. وأكد الوزير السوداني وجود 4,200 طالب وطالبة في مركز المدرسة السودانية بالقاهرة و700 طالب وطالبة بالمجلس الإفريقي بالقاهرة لتأدية الامتحانات، وذلك بعد اتصالات ارتباط مع الجهات الرسمية في الدولة المصرية، واصفا التنسيق على كافة المستويات بالممتاز، إذ أسفر عن تمكن الطلاب والطالبات من الحصول على فرصة للاستمرار في التعليم رغم الظروف الصعبة. قال الجيش السوداني إن عددا من جرحى تعرضوا لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر أثناء عملية إخلاء بواسطة ممثلي الصليب الأحمر من بحري إلى أم درمان في إطار ترتيبات الهدنة المتفق عليها. وأضاف الجيش السوداني أن المنطقة التي تم فيها إطلاق النار هي منطقة تواجد لعناصر الميليشيا المتمردة وليس لديه أي قوات بها، مشيرا إلى وجود بروتوكول متفق عليه مع ممثلي الصليب الأحمر بشأن تفاصيل عملية الإخلاء ومرفق بها خريطة محددة للتحرك. هذا ويواصل المعبران الحدوديان أرقين وقسطل استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى القادمين من السودان. واستقبل المعبران العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف وجود الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى، كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في أراضيها. وخلال لقائه وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان، جدد سعيد موقفه بضرورة اعتماد مقاربة جديدة
بخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية. لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ولا نقبل أيضا أن نكون بلدا للتوطين. وللأسف بعض التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين تشير إلى سياسة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس، بالرغم من أن المعاملة التي يجدها هؤلاء البؤساء والفقراء القادمون من البلدان الساحل والصحراء، هذه المعاملة في تونس هي معاملة إنسانية. هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو. وفي الجلسة العامة أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، وذلك في الموعد الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. في جلسته العامة ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو، قائلاً: بهذه المناسبة أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني القلبية لشعبنا العظيم ولقيادته الرشيدة بمناسبة هذه الذكرى التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر. وشهدت الجلسة العامة موافقة المجلس على دراسة تفعيل دور التعاونيات وإحالتها لرئيس الجمهورية. الحقيقة يعني دراسة مقدمة من السيد النائب أكمل نجاتي عضو تنسيق الشباب الأحزاب والسياسيين، دراسة قيمة جدا وثرية جدا، لأنها الحقيقة تناولت وضع التعاونيات في مصر وتاريخها وبعض التوصيات المتعلقة بها. والحقيقة هو تناول التعاونيات من أكتر من زاوية حقيقة، وأنواع متعددة الحقيقة كمان من التعاونيات. التعاونيات كانت في مصر في الفترة اللي فاتت يعني من زمن أطول شوية كان ليها دور كبير وفعال في المجتمع، والحقيقة هي بتمثل نوع من تمكين المجتمع المدني بشكل كبير، وبتحسن من الاقتصاديات الخاصة بالمجتمع، لأنها بتوفر طبعا يعني مظلة للمجتمع أنه هو يعمل ويعني يولد نوع من الأنشطة الاقتصادية اللي بتعود عليه بعد كده بالنفع. فالحقيقة الاهتمام بالتعاونيات ويعني تقويتها وإعطاء المجال ليها لأنها تعمل بشكل أكبر وبشكل أفضل، والوقوف على مشاكل اللي بتعاني منها حاليا، ده أمر غاية في الأهمية، بحيث أن احنا نقوي هذه الوسيلة اللي بتستخدم في أنحاء العالم الحقيقة زي الصين ودول ثانية كتيرة، حتى الدول المتقدمة فيها برضو التعاونيات، لأنها بتمثل الحقيقة يعني دعم للنظام الاقتصادي الوطني، وبتمثل أيضا تعزيز لقدرات المواطنين نفسهم الاقتصادية. مصر من أوائل الدول الاهتمام بالتعاونيات، وإحنا عندنا تعاونيات منذ فترة طويلة في جميع المجالات الزراعية ومجال الإسكان وعدة مجالات. وأنا أثرت النهاردة موضوع مهم جدا، موضوع التعاونيات في مجال التعليم، لأن إحنا لو شايفين أن مدرسة زي فيكتوريا كوليج في اسكندرية هي مدرسة من مدارس التعاونيات، تخرج منها عدة من الرؤساء والملوك، فإحنا محتاجين أن إحنا نعمل مدارس مستوى ممتاز بأسعار تناسب الطبقة المتوسطة، لأن طبعا إحنا شايفين مغالاة من المدارس الخاصة. اهتمينا برضو، طلبت أن يكون في إشراف من الجهاز المركزي للمحاسبات على التعاونيات، وخاصة التعاونيات في مجال البناء، لأن احنا طبعا في الفترة اللي فاتت كان في مشاكل كتيرة في التعاونيات في مجال البناء، فخاصة ان الدولة قامت بعمل عدد من المشروعات السكنية اللي تغطي كافة الاحتياجات من الناس متوسط الدخل ومحدود الدخل،
فعايزين لو كان في مشاكل لهذه التعاونيات في مجال البناء نشوف إيه المشاكل ونحلها لإنهاء هذا الملف. زي ما أنت قلت بالضبط، هي دراسة مهمة ليه؟ أولا لأن هي بتجمع ما بين جزء أكاديمي ومهني بشكل معين، فهي قابلة للتطبيق بشكل كبير وخالية من الأكاديميات المعروفة. يعني أهميتها الثانية بتيجي من أن التعاونيات دايما بتستهدف الطبقة المتوسطة، ودايما الطبقة المتوسطة في ظل أي أزمات اقتصادية سواء عالمية أو محلية بتبقى هي أكتر طبقة بتتأثر بالأزمة دي. ومن هنا جه تفعيل دور التعاونيات لأنها تبقى أحد السبل إن إحنا بقدر أدعم بيها الطبقة دي. التعاونيات لها شغل كتير جدا، مش هنتكلم على الزراعية والإسكانية والاستهلاكية، ولكن في جزء مهم جدا هو خاص بالمدارس القومية، ودي تعاونيات تعليمية. المدارس القومية في مصر كان لها دور كبير جدا حتى إقليميا، لأن في شخصيات برزة وملوك وأمراء وشخصيات دكاترة ومهندسين وناس مهتمين جدا، يعني ناجحين جدا، خارجين من مدارس القومية لأنها كانت بتجمع ما بين الدراسة القوية وجودة المنتج الدراسي إلى جانب تنمية مهارات الطلبة، كل ده بتكلفة متوسطة. وفي ختام الجلسة العامة أعلن رئيس مجلس الشيوخ موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس من الفصل التشريعي الأول، وذلك في الموعد الذي يعلنه رئيس الجمهورية في قرار الفض، كما استعرض المجلس تقريراً بشأن إنجازات المجلس في دور الانعقاد الثالث. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، وذلك في إطار الاطمئنان على موقف توفر السلع الأساسية في الأسواق خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال اللقاء أكد وزير التموين حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية، لا سيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة، وخاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية تكفي لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار المصلحي لتوافر كميات من القمح تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لأكثر من 5.5 أشهر، بينما يكفي المخزون الاستراتيجي للسكر التموني لمدة 6 أشهر قادمة، لافتا إلى أن أرصدة الزيت تكفي لأكثر من 3.5 أشهر، بينما يكفي الأرز مدة 4 أشهر. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة البالغ بجذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة والنهوض بالخدمات التي يقدمها. وخلال اجتماع لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الكهرباء، استعرض مدبولي المستجدات المرتبطة بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والتوسع في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمشاركة مع القطاع الخاص. كما تناول الاجتماع أبرز الخطوات فيما يخص توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وموقف مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الدولة لمحور الضبع بوصلاته، موضحا أن تنفيذ المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر يأتي لتحقيق ودعم الاتصال بالمحاور والمناطق التنموية الواعدة. وخلال اجتماع لاستعراض التصور التنموي لتخطيط أراضي منطقة الضبع، تناول مدبولي عددا من النقاط المتعلقة بتنمية الأراضي بمحور الضبعة، ومن بينها التوجهات القومية لتنمية هذا المحور. كما استعرض الاجتماع استراتيجية التعامل مع الأراضي على جانبي محور الضبعة والفعالية الاقتصادية للمحور.
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا تفند فيه ما نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية على موقعها الإلكتروني من تقرير سلبي عن بعض الأوضاع في مصر، حيث قالت الهيئة إن التقرير تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب وبأسلوب يفتقد لأبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالميا والمعمول بها في المجال الإعلامي. وردا على هذا التقرير وما ورد به من تجاوزات، قررت الهيئة العامة للاستعلامات استدعاء مراسل مجلة إيكونوميست لتسليمه خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير، مطالبة المجلة بالتحلي بالموضوعية والحيادة واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشؤون مصر، والعودة للجهات المعنية لأخذ كل الآراء ووجهات النظر في الاعتبار، كما تقضي بذلك ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي. كما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا تفند فيما ورد في تقرير المجلة البريطانية من مغالطات وادعاءات، حيث أشارت إلى أن تقرير The Economist انتهك كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها وإلقاء الاتهامات جزافا والاعتماد على مصادر جميعها مجهولة ونشر أرقاما وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر. انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض بيك فايف كونستراكت إيجيبت، والذي ينعقد بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمركز مصر للمعارض الدولية. أكثر من 300 شركة من أكثر من 15 دولة موجودين، معظم الدول النهاردة داخلة بأجنحة. ده بيدل على إيه؟ هل النهاردة إن إحنا عشان عندنا الجزء بتاع التنمية العمرانية هو فقط إحنا مهتمين بيه؟ لا طبعا، كل الموجود النهاردة بنتكلم سواء كان من بنية تحتية أو من منتجات موجودة النهاردة تستخدم في هذا المجال، هي عبارة عن صناعات مختلفة أكثر من يعني مجموعة كبيرة من الصناعات. يعني مش عايزين النهاردة نذكر النهاردة اللي شغالة وراء القطاع ده موجودين النهاردة، شفنا شركات بتصنع بنفسها، شفنا شركات بدأت النهاردة انها تكون متواجدة. النهاردة المعرض ده في النسخة الخامسة منه، كانت موجودة قبل كده، كانت عارضين قبل كده، النهاردة بقوا مصنعين، فبدأوا ان هم يتحولوا النهاردة ان هم يصنعوا اجزاء من شغلهم او معظم شغلهم بقى بتصنع في جمهورية مصر العربية. معرض ذا بيك فايف يعني هو يعتبر اكبر معرض ريليتد بالكونستراكشن في مصر، معرض كبير، كل الكبار لو جيتي بصيتي هنا الشركات كبيرة، حسن علام، كونكريت بلاس، كل الشركات الكبيرة مشتركة موجودة فيه، وطالما الكبار موجودين احنا سمارت ويندو لازم تبقى موجودة يعني.
لان المعرض ده متخصص في الكونستراكشن، فيه الجديد، بنقابل فيه الناس الديسيشن ميكر في الشركات اللي بيننا وبينها بيزنس، بيحصل بيزنس، لان احنا المعرض ده فيه ميزه ان هو بيزنس تو بيزنس، فانت دايما بتقابلي اصحاب الشركات، بتقابلي الاستشاريين. احنا دايما بنحاول نشارك في المعارض الكبيره، بتبقى فرصه للالتقاء ما بين كل اطراف المنظومه اللي بتعمل في الانشاءات الحقيقه، ابتداء من المقاولين للموردين للكلاينتس للعملاء، وبتبقى فرصه لتبادل المعلومات وتبادل التكنولوجيا الحديثه والمشاكل الموجوده وكيفيه التغلب عليها، بتبقى فرصه جيده جدا للتعرف. معرض البيك فايف متخصص اكتر في مجال الانشاءات ومجال الكونستراكشن، والسنه دي مجال الانفراستراكشر برضو في المعرض الحقيقه اداله مساحه كويسه وكبيره، وده مهم جدا في دايما في التنميه والتطور في الدول. هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو. وفي الجلسة العامة أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، وذلك في الموعد الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. في جلسته العامة ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو، قائلاً: بهذه المناسبة أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني القلبية لشعبنا العظيم ولقيادته الرشيدة بمناسبة هذه الذكرى التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر. وشهدت الجلسة العامة موافقة المجلس على دراسة تفعيل دور التعاونيات وإحالتها لرئيس الجمهورية. الحقيقة يعني دراسة مقدمة من السيد النائب أكمل نجاتي عضو تنسيق الشباب الأحزاب والسياسيين، دراسة قيمة جدا وثرية جدا، لأنها الحقيقة تناولت وضع التعاونيات في مصر وتاريخها وبعض التوصيات المتعلقة بها. والحقيقة هو تناول التعاونيات من أكتر من زاوية الحقيقة، وأنواع متعددة الحقيقة كمان من التعاونيات. التعاونيات كانت في مصر في الفترة اللي فاتت يعني من زمن أطول شوية كان ليها دور كبير وفعال في المجتمع، والحقيقة هي بتمثل نوع من تمكين المجتمع المدني بشكل كبير، وبتحسن من الاقتصاديات الخاصة بالمجتمع، لأنها بتوفر طبعا يعني مظلة للمجتمع أنه هو يعمل ويعني يولد نوع من الأنشطة الاقتصادية اللي بتعود عليه بعد كده بالنفع. فالحقيقة الاهتمام بالتعاونيات ويعني تقويتها وإعطاء المجال ليها لأنها تعمل بشكل أكبر وبشكل أفضل، والوقوف على مشاكل اللي بتعاني منها حاليا، ده أمر غاية في الأهمية، بحيث أن احنا نقوي هذه الوسيلة اللي بتستخدم في أنحاء العالم الحقيقة زي الصين ودول ثانية كتيرة، حتى الدول المتقدمة فيها برضو التعاونيات، لأنها بتمثل الحقيقة يعني دعم للنظام الاقتصادي الوطني، وبتمثل أيضا تعزيز لقدرات المواطنين نفسهم الاقتصادية. مصر من أوائل الدول الاهتمام بالتعاونيات، وإحنا عندنا تعاونيات منذ فترة طويلة في جميع المجالات الزراعية ومجال الإسكان وعدة مجالات. وأنا أثرت النهاردة موضوع مهم جدا، موضوع التعاونيات في مجال التعليم، لأن إحنا لو شايفين أن مدرسة زي فيكتوريا كوليج في اسكندرية هي مدرسة من مدارس التعاونيات، تخرج منها عدة من الرؤساء والملوك، فإحنا محتاجين أن إحنا نعمل مدارس مستوى ممتاز بأسعار تناسب الطبقة المتوسطة، لأن طبعا إحنا شايفين مغالاة من المدارس الخاصة. اهتمينا برضو، طلبت أن يكون في إشراف من الجهاز المركزي للمحاسبات على التعاونيات، وخاصة التعاونيات في مجال البناء، لأن احنا طبعا في الفترة اللي فاتت كان في مشاكل كتيرة في التعاونيات في مجال البناء، فخاصة ان الدولة قامت بعمل عدد من المشروعات السكنية اللي تغطي كافة الاحتياجات من الناس متوسط الدخل ومحدود الدخل، فعايزين لو كان في مشاكل
لهذه التعاونيات في مجال البناء، نشوف إيه المشاكل ونحلها لإنهاء هذا الملف. زي ما أنت قلت بالضبط، هي دراسة مهمة. مهمة ليه؟ أولا لأن هي بتجمع ما بين جزء أكاديمي ومهني بشكل معين، فهي قابلة للتطبيق بشكل كبير وخالية من الأكاديميات المعروفة. يعني أهميتها الثانية بتيجي من إن التعاونيات دايما بتستهدف الطبقة المتوسطة، ودايما الطبقة المتوسطة في ظل أي أزمات اقتصادية سواء عالمية أو محلية بتبقى هي أكتر طبقة بتتأثر بالأزمة دي. ومن هنا جه تفعيل دور التعاونيات لأنها تبقى أحد السبل إن إحنا بقدر أدعم بيها الطبقة دي. التعاونيات لها شغل كتير جدا، مش هنتكلم على الزراعية والإسكانية والاستهلاكية، ولكن في جزء مهم جدا هو خاص بالمدارس القومية، ودي تعاونيات تعليمية. المدارس القومية في مصر كان لها دور كبير جدا حتى إقليميا، لأن في شخصيات برزة وملوك وأمراء وشخصيات دكاترة ومهندسين وناس مهتمين جدا، يعني ناجحين جدا، خارجين المدارس القومية لأنها كانت بتجمع ما بين الدراسة القوية وجودة المنتج الدراسي إلى جانب تنمية مهارات الطلبة، كل ده بتكلفة متوسطة. وفي ختام الجلسة العامة أعلن رئيس مجلس الشيوخ موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس من الفصل التشريعي الأول، وذلك في الموعد الذي يعلنه رئيس الجمهورية في قرار الفض، كما استعرض المجلس تقريراً بشأن إنجازات المجلس في دور الانعقاد الثالث. ختام النشر، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. الرئيس السيسي يوجه باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد. ورئيس مجلس النواب يؤكد حرص مصر على دعم واستقرار وحدة ليبيا، وعقيل صالح يشيد بدعم مصر للمؤسسات الليبية. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. مشاهدينا، نشكر لكم طيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزميل كريم حاتم وأنا هاجر سليمان. في أمان الله.